عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. ومن أراد تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو مباشرة ليجد بلاي ليست ويضغط عليها وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية. وسأبدأ الدرس على بركة الله. هذا الدرس عبارة عن الحلقة 18، تطبيق اللغة الفرنسية. إذا قلت تطبيق اللغة الفرنسية أي تطبيق اللغة الفرنسية على الميدان، يعني في المدرسة، في المنزل، في الشارع. وسأركب جمل أو سأعلمكم كيف تتكلمون اللغة الفرنسية باستعمال أمس، اليوم، غدا، وأيضا بعض الجمل كأسئلة. سأبدأ بإيار. إيار، لا تنطق أش في إيار، قل إيار. سيتي، سامدي، لا تنطق أ في سامدي، قل، لا تقول سامدي. سامدي، سامدي هو يوم السبت. Hier c'était samedi. Hier c'était samedi. أمس كان السبت أو كان يوم السبت. Hier c'était samedi. Hier c'était samedi. Hier je suis allé au cinéma. 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 Hier أمس je suis allé كنت قد ذهبت أو كنت في السينما أو hier ذهبت إلى السينما. كل هذه الترجمات صحيحة عندما يقول hier je suis allé au cinéma، أمس كنت في السينما أو أمس ذهبت إلى السينما، كلها صحيحة. Hier je suis allé au cinéma. والترجمة الحرفية هي je suis allé، هي ذهبت. ذهبت. Je suis allé au cinéma. Hier je suis allé au cinéma. إذا كنت تريد أن تقول أمس كان يوم الأحد ستقول Hier c'était le dimanche. Hier c'était le dimanche. وإن كنت تريد أنك أن تقول ذهبت إلى المدرسة تقول Hier je suis allé à l'école. Hier je suis allé à l'école. ذهبت إلى السينما. Hier je suis allé au cinéma. ذهبت إلى المدرسة تقول Hier je suis allé à l'école. أعيدوا معي الجمل. Hier je suis allé au cinéma. Hier je suis allé à l'école. يعني في السينما كان الفيلم مشوقا أو مهما. Intéressant. Le film était intéressant. Intéressant, muhim ou mushawwiq. Le film était intéressant. Intéressant. وقد ذكرت لكم من قبل أن عندما تكون l'accent الموجود فوق E مائلة إلى اليسار تسمى accent aigu وتقرأ ت ت مقطوعة، وإذا كانت مائلة إلى اليمين تسمى accent grave وتقرأ ت ت، وإذا كانت على شكل شابو أو قبعة، على شكل قبعة فوق أ تسمى accent circonflexe وهي تقرأ مام كالشدة في اللغة الفرنسية. مام عندما نقول مو مو مي، إذن الشدة. وقد ذكرت هذا في الدروس السابقة. إذن لو فيلم إتي انتيريسون، كان الفيلم مشوقا أو مهما. انتيريسون يعني مهم، انتيريسونت مهمة.
intéressante, muhimma. الآن سأستعمل aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui تعني اليوم. Aujourd'hui تعني اليوم. O a eu jour. Dui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche. أي اليوم هو الأحد. ولكن عندما كنا نتكلم عن الماضي hier قلنا hier c'était samedi. Hier c'était samedi. Aujourd'hui c'est dimanche. Hier c'était samedi. Aujourd'hui c'est dimanche. عيدوا معي الجمل لو سمحتم. عيدوا معي الجمل لكي تتعلموا نطق وتتعودوا على نطق اللغة الفرنسية. Aujourd'hui c'est dimanche. Hier c'était samedi. Aujourd'hui c'est dimanche. Hier c'était samedi. سأركب جملة أخرى بـ aujourd'hui. Aujourd'hui je ne travaille pas. Aujourd'hui je ne travaille pas. Aujourd'hui je ne travaille pas. Je travaille. Je travaille. يعمل. إذا أضفنا ne pas كما لو أننا أضفنا في اللغة العربية لا أو لم أو ليس وهي للنفي. Je ne travaille pas. لا أعمل. Je travaille. أعمل. Aujourd'hui je ne travaille pas. اليوم أنا لا أعمل. إذا aujourd'hui je ne travaille pas. اليوم أنا لا أعمل. Donc, ما دمت اليوم أنا لا أعمل. Aujourd'hui je ne travaille pas. مثلا سأبقى في البيت. Je reste à la maison. سأبقى في البيت. ستقول Aujourd'hui je ne travaille pas. Je reste à la maison. يمكن أن تكتبوا في التعليق لكي أعرف مدى اهتمامكم بالدرس. اكتب في التعليق Aujourd'hui je ne travaille pas. Je reste à la maison. Aujourd'hui je ne travaille pas. Je reste à la maison. قلنا سابقا Hier je suis allé au cinéma. Le film était intéressant. Mais aujourd'hui je ne travaille pas. Je reste à la maison. يعني استطعت أن تركب فقرة بأبسط الكلمات. وعلموا هذا لأبنائكم. أرجوكم علموا هذا لأبنائكم أو لإخوانكم الصغار أو مثلا جيران من أراد أن يتعلم مثلا ويأتي إليك وأنت غير مشغول فعلمه. فلا بأس أن نقدم للآخرين ما نعرفه. فزكاة العلم تبليغه. إذن الآن سنتكلم عن دمى. دمى سي لندي. يمكن أن تقول دمى سورا للندي أو تقول دمى سي لندي. كل هذه الجمل صحيحة أو هذه التعبير صحيحة. دمى تعني غدا. قلنا ياغ البارحة أو أمس. أجوردوي اليوم. دمى غدا. غدا الاثنين. دمى الاثنين. ياغ سي لو سامدي. أجوردوي سي لو ديمانش. دمى سي لو لندي. الاثنين. دمى سي لو لندي. إذن غدا سأعود للعمل مجددا. سأقول Demain, je recommence à travailler. Demain, je recommence à travailler. Demain, غدًا. Je recommence. سأعود مجددًا. سنكتب سأعود à travailler للعمل مجددًا. إذن je recommence. أي سأعود مجددًا. Je recommence. سأبدأ مجددا أو سأعود مجددا للعمل. Demain, غدا سأعود للعمل مجددا. أي demain je recommence à travailler. قلنا demain c'est lundi. Je recommence à travailler. Demain c'est lundi. Je recommence à travailler.
مثلا فيما أشتغل؟ سأعود إلى العمل وأشتغل في المكتب مثلا. Je travaille au bureau. Je travaille au bureau. أشتغل في المكتب. Je travaille au bureau. أشتغل في المكتب. Au bureau, المكتب. Je travaille au bureau. إذن demain, si lundi, je recommence à travailler au bureau. أو تقول demain, si lundi. Demain, je recommence à travailler. Je travaille au bureau. إذن قلنا hier c'était samedi أو aujourd'hui c'est dimanche أو demain c'est lundi. إذن الآن سنمر إلى الأسئلة. مثلا دخلت إلى المكتب ووجدت بيير أو كريم. كيس نقول كيس لا نقول كيس أي من هذا؟ كيس من هذا؟ مثلا سي بيير هذا بيير هذا بيير سي بيير أو سي كريم هذا كريم سي بيير أو سي كريم هذا كريم أو هذا بيير. ما هو عمل بيير؟ سنقول مثلا هو طالب. بيير اي اتيديون بيير اي اتيديون بيير اي اتيديون. ولكن إذا قلنا ندى سنقول ندى اي اتيديونت. بيير طالب وندى طالبة. اتيديونت نضيف أ في آخر اتيديون نضيف أ. مثلا سنتكلم عن مؤنث لو فيمينا سنقول كيس من هذه. كيس للمذكر والمؤنث. كيس للمذكر والمؤنث. سي بور لو ماسكولان اي لو فيمينان. سي مارت مارت سي مارت اسم مؤنث باللغه الفرنسيه كما لو قلنا سي ندى. هذه مارتا سي مارت سي مارت. مارتا ماذا تفعل مثلا؟ مارت اي سكرتير secrétaire. Marthe est secrétaire. Martha secrétaire. Marthe est secrétaire. Martha secrétaire. Marthe est secrétaire. سنسأل مثلا هل مارثا وبيير أصدقاء؟ سنقول مثلا أن بيير et Marthe sont des amis. Ou Karim et Nada sont des amis. Pierre et Marthe sont des amis. Pierre و Martha أصدقاء. Pierre et Marthe sont des amis. Pierre و Martha أصدقاء. استعملوا أسماء فرنسية لكي تتعودوا عليها. سنستعمل صديق وصديقة. نقول Marthe est l'ami de Pierre. L'ami avec E, Tani, Sadiqa. L'ami sans E, Bidouni E, Tani, Sadiq. Marthe est l'ami de Pierre. Et Martha, Sadiqa, Pierre. Pierre, ou laissez Peter. Pierre. مارث إلى ميد بيير. مارثا صديقة بيير. وإذا أردنا أن نقول صديق سنقول بيير إي لامي دو مارت. بيير إي لامي دو مارت. بيير صديق مارثا. لامي avec
IE صديق لامي avec I فقط تعني صديق سعيد بعجالة ما كتبته إذن هذه الحلقة رقمها 18 وهي لتطبيق اللغة الفرنسية في الميدان وتكلمنا عن أمس واليوم وغدا وبعض الأسئلة Hier, c'était samedi. Ams, kana sabt. Hier, je suis allé au cinéma. Hier, je suis allé au cinéma. Le film était intéressant. Le film était intéressant. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je reste à la maison. Demain, c'est lundi. Demain, je recommence à travailler. Je travaille au bureau. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est Pierre. Pierre est étudiant. Qui est-ce? C'est Marthe. Marthe est secrétaire. Pierre et Marthe sont des amis. Marthe est l'ami de Pierre. Pierre est l'ami de Marthe. Idan ta'allamna hier ams, aujourd'hui al-yawm, demain ghadan, wa ta'allamna qui est-ce, wa ta'allamna l'ami avec IE. والامي افيك اي اذا يمكنكم ان تستعملوا هذه الجمل في منازلكم مع اطفالكم ومع ازواجكم وايضا مع اخوانكم اي جميع العائله لكي تتكلموا باللغه الفرنسيه ومن يعيش وحيدا فيكفيه ان يتكلم مع المراه ويستعمل هذه الجمل لكي تتعلموا اللغه الفرنسيه فالويديان هي عباره عن نقط من الماء والجبال هي عبارة عن حبات من الرمال يعني الفيديوهات إذا تعودتم على مشاهدة الفيديوهات فستصبحون خبراء في اللغة الفرنسية وشكرا لكم مشاهدين الكرام على تعليقاتكم البناء والرائعة وأطلب منكم من وصل إلى آخر الفيديو فليكتب كريم إلى مي دو ندى أو اكتب بيير إلى مي دو مارت وأيضا من أراد متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية فهناك أسفل فيديو مباشرة للونغ فرونسيز اضغط عليها وستجد بلاي ليست أو القوائم واضغط عليها ستجد قوائم تعلم اللغة الفرنسية وأيضا يمكنكم الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق هناك روابط لفيديوهات تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر أو الضغط على إي محاطة بدائرة في الجهة اليسرى في أعلى الفيديو وستجد القوائم أو اضغط على القوائم التي تظهر أمامك مباشرة وأطلب منكم وبكل إلحاح مشاركة الفيديوهات شارك هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك لتعم الفائدة ليصل الفيديو إلى من لا يستطيع الدخول إلى اليوتيوب فزكاة العلم تبلغه فبلغوا عني هذا وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم